أنا خناتة بنت بكار. أنا بنت الصحراء، بنت الصحراء المغربية، المكان اللي فيه النساء والرجال كيتزادوا سواسية. خناتة بنت بكار شخصية جد مهمة وجد مؤثرة في التاريخ السياسي للمغرب. أنا بنت شيخ قبيلة، كنت زوجة وأم وجدة لثلاث سلاطين. فهي شخصية كبيرة، صحيح أنها أصبحت اليوم رمز وكتجسد الرابط والصلة مع الصحراء. الفقيه أبو عبد الله محمد أكنسوس وقف على خط السيدة خناتة، يعني بصفتها أديبة وعالمة وفقيهة. يمكن القول بأنها كانت وزيرة خارجية بكل المعايير وبكل المقاييس. أنا خناتة بنت بكار، وحكايتي كتحمل في طياتها دعائم المملكة العلوية الشريفة.